عنده تعلب في البيت، عنده مثلا تعبان، عنده اي حاجه كان بيكلمني، فكنت اروح اجيبه وكده. فجاء فتره ان انا ايه كنت يعني متربي تربيه عسكريه وكده، فكنت ايه جربت اكل تعابين، لحوم نيه، جربت اكل كل حاجه عنده. تعالى كده لقط تقريبا كوبرا دي. ايوه كوبرا دي، كده كوبرا مصريه. تحس اللي فيه الفه كده عارفاك، يعني رغم ان انت لسه لاقيها دلوقتي. عامه السبت عامل مع الكوبر من زمان كده، نيمتها كده، عملت نفسها نايمه ميته يعني كده، شغاله تاني. عادي، بس بدق يعني ساعات اللي هو يجي لي حب اكل تعبان، اكل عقرب، الكلام ده عادي ما فيش مشكله. لحوم نيه، كبد، في لحوم نيه، في كل حاجه. البيض طبعا بيشرب، الليمون بيشرب، كل حاجه. ساعات لحوم نيه يعني التعابين ساعات كتير، انما اللحوم النيه دي اللي كنت من صغري يعني باكلها. والكبد
بدأ انه الكلام ده من زمان من وانا صغير. اما الحيوانات مثلا من قبل 6-7 سنين اسلح لي عشان جبت منها تعبين كذا مرة. دي انتريشة حياة مقرنة. دي سامة خطيرة جدا. دي بتبقى دفنة نفسها في الرمل. دي تاني سد لينا النهاردة برضو. دي عامة اللي بيمسكها بيمسكها بماسك. موجود مثلا في 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 جحر او في بين حشائش تعرف فيه تعبان تعرفه ازاي؟ بيبقى في سير ليه يعني بيبقى في اثر ليه. بنمشي بنتبع الاثر ده وبنشوف بقى يعني كل منطقه بيبقى الناس بتقول هنا كان لقينا تعبان قبل كده فبتجي عن خلال ايه الناس اللي جات وشافت التعابين سواء فلاحين او سواء منطقه زي دي. وعامه هي بتبقى دي بتدفن نفسها في الرمل في الجحور. والكوبرا موجودة على يعني على خط نهر النيل كله. احنا كنا في دلوقتي في يعني في جبل وكده بندور على الحاجة. طلعنا تريشة وطلعنا عقرب زي ما حضراتكم شفتوا. دلوقتي احنا جينا ارض زراعية طلعت منها كذا مرة تعابين والارض هنا يعني ايه مليان. وبرضه كان نبحث على التعابين وكده. وهي بقى احنا ونصيبنا يعني ممكن نلاقي وممكن لا. كده في حاجه عضت كده. ايوه ده بس الصوره حتى عضني من هنا. بجيبه عاد التعبان اللي هو الغير سم ده عامة يعني دي بسيبه ما فيش منه أذى أو التعبين السامة باخدها معايا بدل طلبة بكلية الطب. التعبين ده أنا كنت باكلها بقالي شوية بقالي 6-7 سنين. وبرضه كوريكوا عاد التعبان هو صاحي برضه عشان ايه
قوة خارقة خالص. أنا متدرب على الكلام ده والتعابين يعني أنا بأكل عادي يعني أنا بحب أكلها مثلا، أو شفت اللي هو تدريبات الصعقة عشان أصحابي كلهم كانوا في صعقة فأنا واخد على أكلها، لكن ما بنصحش أي حد إن هو يقلد ولا ياكل. ولا أكتر من تعبان كان ممكن 5 6 تعابين عادي لو موجودين. حاليا احنا يعني في فصل الشتاء، أنا حاليا أنا حران بيديني طاقة. الوقت كده بعد ما جينا طبعا من الجبل وجبنا الطريشة وجبنا الكوبرا وجبنا العقرب وخلصنا برضو الأراضي الزراعية جبنا تعبانة بالسيول، حابين برضو نفرجكوا على شوية حاجات في الفيديو يعني مربينا هنا. دي الأصلة البرميز بايسون، دي تالت أطول أصلة على العالم من حيث الطول. دي طفرة هايبو طبعا بتغير جلد كل 30 يوم مع يعني مع التدريب وكده خليتها اللي هي نظام ولا تخنق ولا تعض، هي بس تعصر فريسة. المفروض انها اصلا تعصرني دلوقتي. الزواحف عامه يعني ما بتاخدش على الشخص وكده، بس انا من كتر ما انا يعني بتعامل مع الحاجه وبروضها بتعرف ان الانسان مش مؤذي ولا تخنقني ولا تعضني، لكن الزواحف ملهاش صاحب عامه. وبرضه هنجيب التمساح. ده عمره 10 شهور عامه. برضه تمساح هادي. ده جايبينه فأس يعني، ده جايبينه وهو لسه طالع من البيضة. ده التمساح، ده تمساح نيلي بيعيش في أسوان، متواجدين في بحيرة ناصر. وكده برضو بخليه يفتح بقه. ده بياكل أسماك، أسماك ولحوم، بس احنا أكتر بنديل ده أسماك يعني، هو واخد على السمك أكتر. هنا نخش دلوقتي عند بيت البجعة، نعمل لها اوضه لوحديها. تعال تعال اهو، خد كل، تعال خدي، تعال اهو. هي عارفه طبعا الجردل. هي البجعة دي بتحبني جدا، مرتبطة بيا. قرب كده يا بكر، قرب قرب وهعملها بإيدك، قرب مد إيدك كده، قرب قرب، لا وثبت إيدك، ثبت إيدك، ثبت إيدك. دي عامة أي حد بيقرب مني إن هي بنظام بتحرسني وبتغار عليا، زي ما حضراتكم شايفين كده الأصلة واخدة دايما إن هي لازم تبقى إيه، تطلع تقف على دماغي تلف حوالين رقبتي، مفيش منها اي خطوره خالص. عامه انا بحب الاصله دي جدا. دي نتايه، دي بتوصل لحد يعني بتوصل لحد 6 متر في الطبيعه وكده. دي اسمها بريدتر. ثلاث ارباع اليوم على الحيوانات يعني، انا بصحى من النوم ممكن ما افطرش وما اعملش اي حاجه الا لما اكل الحيوانات الاول واعمل وانضف واعمل كل حاجه، وبعد كده اشوف انا عامل ايه.